بتجري على البحر ويقولوا ايه المركب غرقت، المركب ايه غرقت. جالينا كلنا، طلعت جريت وراه عافيه وايه، واقول امني ما فيش امني، ما يعزمش على اللي غرق. الحمد لله، احمدك يا رب واشكر فضلك. مرات ابني بتحكي لي بتقول لي اما لقت المركب مسحومه، قال له ما قال له ارجع لنا، قال له عاوز ترجع ترجع، ما ترجعش ما تر ما 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 تعملش هو بتاع المركب. وكان نسايب بيتي ست انفار، من ضمنهم خطيب، من ضمنهم حماتي، من ضمنهم اخته، من ضمنهم عيال عمي، من ضمنهم الراجل الكبير. بيتي اتقفل، بيتي اتقفل. الناس ملمومه كده ومفيش ولا فرق انقاذ ولا اي حاجه خالص، نهائي نهائي. يعني احنا لفينا من البحيره لكفر الشيخ ومفيش اي حاجه، الناس بس كده ملمومه. وكم واحد صياد لسه بادئين ها ينزلوا يدوروا، يعني كم واحد صياد لسه بادئين ينزلوا يدوروا، محدش عارف حاجه عن اي حاجه، والناس ملمومه. طب فين اخويا؟ مفيش. طب فين الناس؟ مفيش. خطيب اختي وابوه وامه وثلاثه بنات اخواته كانوا عندنا هنا، ومعاهم اخويا ومرات اخويا. بتاع المعديه قال لهم، هم كانوا نازلين المعديه طبعا اصلا ما تنفعش الاستخدام اساسا، دم اخويا عند الحكومه، دم اللي ماتوا دول كلهم عند الحكومه عشان في اهمال، اهمال محلي، اهمال مجلس مدينه، اهمال تسيب في الحكومه، اهمال في المحافظه، اهمال وتسيب من المركز ذاته، من الضباط، من عميد، من لواء، ما اعرفش الاهمال جاي منين. لكن كل اللي اعرفه ان معديه زي دي، معديه زي دي ما كانش المفروض، ما كانش المفروض تبقى في الميه. اخويا ومراته وخطيب اختي وابوه وامه واخواته الثلاثه عيله بحالها، بيت اتقفل، ما بقاش فاضل في البيت ده الا عيل عنده 15 سنه. انا كنت قاعد في البيت وبعدين رحت سمعت ان المركب غرق، طلعنا نجري كلنا، مش قعدنا اكتر من 3 ساعات ما فيش حاجه، نسواته وخلاص. وبعدين رحنا فوق جاء قالوا لك ما جاش، نروحنا هنا تاني سنديو. وبعدين طبعا هنعمله ايه اكتر من كده؟ وبعدين ابننا ما طلعش غير بقى قبل الفجر بشويه. لو كان في محافظ بينزل الميه ويشوف كل يوم كان حل، كان البلد كانت احسن من كده. لو كان في حد بيواجب بتاع التعديه ما كان يعدل على مركب صيد يعتبر معديين، لكن المركب الكبير بيعدي بالمركب الصغيره. اخويا قال له لا مش عايز اعدي، اخويا قال له لا مش عايز اعدي، قال له لو عديتي ما انتش معدي، ومش رضيت لك تاني.